احتفالاً بعيد العذراء، أقامت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن قداساً احتفالياً في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في منطقة دبين التابعة لمحافظة جرش. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن بعيد العذراء، وهذا العيد تسميه الكنيسة بفصح الصيف. وبهذه المناسبة أقيم قداس احتفالي مهيب في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في منطقة دبين شمال المملكة. ترأس الاحتفال سيادة المطران خريستوفوروس عطلة، مطران الروم الأرثوذكس في عمان، عاونه لفيف من الأباء الكهنة الأجلاء وراهبات الدير. حضر الاحتفال عدد كبير من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية وفعاليات الرعاية القادمين من مختلف محافظات المملكة للمشاركة في الصلاة ونيل بركة دير السيدة مريم العذراء ينبوع الحياة. وفي كلمة روحية للسيادة المطران، هنأ كل زوار دير السيدة العذراء المقدس بمناسبة عيدها البهي الذي يجمعنا كل عام بين ثنايا جدرانه المباركة. وتأمل سيادته بعيد قيامة الرب الإله المخلص الذي فدانا على عود صليبه وحمل كل خطايانا. ودعا سيادته إلى ضرورة التفاعل مع هذا الحدث العظيم الذي يدفعنا على الدوام للعمل بالمحبة والسلام أولاً لأنفسنا ومن ثم مع الآخرين، حتى لو كان الآخرون أعداءً لنا. وأوصى سيادته المؤمنين بالابتعاد عن ملاهي الدنيا وأمورها الفانية، حاثاً الجميع للاحتضان بالكنيسة والمواظبة على أسرارها الإلهية. أبنائي، نحن مدعوين بهاي البهجة والفرح للقيامة إن نتفاعل مع محبة ربنا، مع محبة إلهنا القائم من بين الأموات. قديش مهم نحن المسيحيين نشعر ونحس ونعيش تحت ظل هاي المحبة الإلهية. قديش ربنا أحبنا حتى يموت على الصليب من أجلنا، حتى يكابد الموت طوعي من أجلنا، وحتى إنه يندفن من أجلنا ولكن يقوم من بين الأموات من أجلنا. وهي أبنائي هي محبة لكل واحد فينا، هي محبة شخصية. لازم نحن كل واحد فينا هو مسؤول إنه يتفاعل مع هيك محبة عظيمة، لأنه نقدر نشوف محبة أعظم من هاي إنه يبذل شخص ذاته من أجلك، من أجلك. المسيح بذل نفسه من أجلك ومن أجلك ومن أجلي، ومات من أجلك ومن أجلك، مات. هل قد كان حبه لإلنا؟ عشان هيك كتير مهم نحن وببهجة فرح القيامة نتفاعل مع هيك حب عظيم، وبالتالي نعرف محبة إلهنا لإلنا وكيف نحن لازم نتجاوب بهاي المحبة تجاهه وتجاه قريبنا أخونا الإنسان. ورفع سيادته الأدعية لأجل القدس العربية التي تمر بأيام عصيبة، داعيا الجميع للصلاة للمدينة المقدسة. وختم سيادته عظته الروحية بالحديث عن المركز الأرثوذكسي الذي تم فيه الانتهاء من مرحلة العطاءات
وستبدأ في الأيام القادمة أعمال البناء على مساحة 5000 متر مربع، داعيا سيادته الجميع للتبرع لهذا الصرح الأرثوذكسي لما له من أهمية للكنيسة الأرثوذكسية في الأردن وجميع بقاع العالم، حيث سيتضمن مركزا للشباب وقاعة للمؤتمرات وكنيسة صغيرة، وأن هذا العمل المعماري الجديد يهدف إلى تفعيل دور الشباب في الكنيسة ورعاياها. كنا بحاجة لكثير من الأمور، وكيف العذراء بوقتها كانت تبعت لنا كل إشي نحن محتاجينه. هاد عشنا، هاد نؤمن فيه، وعشان هيك نحن كتير فرحين. نعم كتيرين بيحكولي حكولي سيدنا كيف رح تقدر تجمع هلأ علينا أقساط لهاي الشركة كل شهر تقريبا 120,000 دينار، من وين كيف رح تأمن 120,000 دينار؟ في داخلي بحكي لكم في سلام، لأني واثق إنه ربنا إذا بده ينجح هذا المشروع هو رح يبعث كل شيء. وأنا بعرف كمان الظروف قد ايش صعبة على أبنائنا الاقتصادية، ولكن بركة ربنا وأمنا العذراء والقديسين الأقمار الثلاثة رح يساعدوا، فربنا يبارك هذا المشروع لأنه رح يكون للفائدة الروحية لكل أبنائنا، للشبيبة، للمخيمات، للجان، للسيدات، للكنيسة، لأشياء عديدة رح تقرأوا عن النشاطات لأنه طورنا فيه حتى يقدر يخدم كل فئات المجتمع، ورح يكون مكان تلاقي حضارات مع الخارج، معنا مع الأردن، لأنه في دور للمسيحيين عنا إنهم يبرزوا المسيحية الحقيقية للخارج ويبرزوا العيش المشترك كمان من بلادنا. ففي مسؤولية علينا كبيرة، ولازم يكون في عنا مركز عصري مجهز. وفي نهاية القداس أقيمت الدورة الاحتفالية حول كنيسة الدير الرئيسية بمشاركة بهية لموسيقى المجموعات الكشفية وجموع المؤمنين.